شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي يستمر على مدار 3 أيام متتالية ل 360 متقدمة. ويسعى البرنامج إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية، وذلك وفقا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرنامج أو البرامج النظرية والعملية. في هدف للمرأة في الأهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وإحنا مش بس يعني مش بيبقى في هدف واحد له، لكن إحنا بنقول إن إحنا بنوطن هدف تمكين المرأة في كل أهداف التنمية المستدامة. فلما بنتكلم على هدف واحد أو اتنين أو تلاتة، دايما بنبص من المؤشرات اللي بتؤدي إلى نجاح أو الوصول إلى الأهداف دي. البرنامج ده برنامج متميز جدا، لأنه الهدف الأساسي منه إن هو يعد المرأة يعني انها تتولى مناصب قيادية، لان هي تبقى عندها قدرة على ان هي تبقى متمكنة في المكان العمل بتاعها، ان يبقى عندها قدرة على انها تطور من القدرات بتاعتها، ان يبقى عندها القدرة ايضا على ان هي تقاوم الثقافة الذكورية والثقافة الابوية اللي منتشرة في كثير من المؤسسات، لانه المجتمع بتاعنا فيه ثقافة ابوية جامدة جدا وفي ثقافة ذكورية. المحاور التدريبية اللي موجودة فيه شاملة جميع جوانب الحياة، وبرنامج مميز جدا، وان شاء الله ربنا يجعلني من المقبولين فيه باذن الله. قدمت البرنامج عشان عايزه ازيد خبرتي في الحياه السياسيه وفي الحياه العلميه في نفس الوقت او العمليه. كمهندسه في قطاع البترول حابه اشوف مصر من حته اعلى شويه، ازاي الوزارات بتتصرف، ازاي الوزارات التدريبات المختلفه بالنسبه لها، ايه الفيجن بتاعت مصر من فيجن الوزارات المختلفه. فده اكيد هيفيدني وهيعود عليا في شغلي كمهندسه في قطاع البترول، وفي نفس الوقت هقدر افيد ان شاء الله بالخبره العلميه الاوريدي اللي معايا. الاكاديمي هنا مختلفه متطوره جدا، حاصله على دعم الدوله الكامل، فده مش هلاقيه في اي اكاديمي تانيه ولا اي كورس عادي بره. هيفتح لي فرص وافاق يمكن انا ما اقدرش يعني اوصل لها بالريتم العادي او بالتدريبات العاديه، فهي فرصه هايله لاي بنت عايزه تعمل حاجه في حياتها ايجابيه، توصل لحاجه تبقى مستقبل، جزء من مستقبل البلد ده، تبقى في منصب قيادي. استفدت جدا جدا من الكورس الصراحه، واضاف لي معلومات كويسه، مهارات، عرفني كمان على مجموعه من الشخصيات برضو كان في زملائي على مستوى المحافظه، ده في حد ذاته اضاف ليا كتير.